طيب شباب، قبل ما نمشي المحاضرة الجاية إن شاء الله كله هجيب ريسيرش بيبر عن صلاح الدين. حد عارف مين صلاح الدين؟ طيب اللي هجيب ريسيرش بيبر دي هيبقى ليه بونص. سامعني يا عطية؟ يقال انه ولد سنة 1137 على ضفاف نهر دجلة في قلعة كريت. قلعة ايه يا حبيبي؟ كريت. دي عرفتها لوحدك؟ لا، من جوجل. جوجل طبعا. يا ريت اللي هيجيب السيرش بيبر يجيب السيرش بيبر هو مدور عليها كويس وفاهم عنها كل حاجة، ما يروحش يجيبها من جوجل في كريت بس. وبعد كده اللي عنده أي أسئلة يروح للدكتور بتاع المادة. هو مين الدكتور بتاع المادة؟ مين اللي سابته؟ ايه يا باشا؟ طب ايه يا جماعة هنعمل ايه في الأسايمنت دي؟ طب انتوا احنا نعرف مين صلاح الدين ده أصلا؟ مش ده كان جوز شكر الدكتور؟ أيوه اللي مات الدكتور. أيوه طبعا. المفروض الكلام ده امتى بقى؟ يا عم احنا نعرف مين الدكتور أصلا؟ أنا سمعت إن هو دكتور جديد بس يعني واضح إن الكورس مش زي الباقي. ممكن نسأل السيدنس اللي حضر المادة قبل كده. طب يلا نروح نسأل. ازي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ أهلا. جايبين لحضرتك النهاردة حبة معلومات هتبهرك، محدش غيرنا قالها قبل كده، احنا بس. سمعوني، اطربوني. أول معلومة يا دكتور، صلاح الدين الأيوبي كان متجوز شجرة الدر، عارف اللي ماتت بالشبشب. آه. لا استنى يا دكتور، ما تنبهرش قوي كده. أمال لو عرفت إن القلعة أصلاً ما كانتش مكان للحكم وإن صلاح الدين يقعد فيه كده. أمال إيه؟ سجن. ده إحنا استغنيناها سجن بعد كده بقى. لا والله. لو عارف يا دكتور المعلومة اللي هتبهرك بجد، آخر معلومة خالص. أصلاً صلاح الدين ومحمد علي الاتنين كانوا صحاب جداً. أمال هو باني الجامع بتاعه عنده ليه؟ صحيح. طبعاً كلنا عارفين إن محمد علي بطل العالم في الملاكمة. عارف. كلنا عارفين المعلومة دي طبعاً. قلبي. مالك يا دكتور، في ايه؟ بصوا، انا ما عنديش غير حاجه واحده اقولها لكم، روحوا قلعه صلاح الدين الايوبي ودوروا على الكلوز اللي هتلاقوها هناك، بعد كده ابقوا قابلوني. طيب ان شاء الله يا دكتور. شكرا يا دكتور. شكرا. ماشي يا جماعه، رحنا للدكتور ولا كل المعلومات اللي احنا جايبينها دي طلعت غلط، ومحتاجين نروح القلعه عشان نصحح المعلومات اللي عندنا. وقال لنا ان هو هيبعت لنا على الميل لينس هنمشي عليها هناك. خلاص هنروح احنا القلعه ونمشي ورا اللينس. يلا. يلا. لا يا جماعه الجو حر قوي، انا ماشي. تروح فين يلا؟ البيع طبعا. يا جماعه هو اللي بينور هناك ده. تعالوا نشوف. واخيرا مسكت الحكم وبرشت على الناس. محتاج اشرب لي نفسين عشان افكر براحتي. جات لي فكره، ايه رايك ابني لك قلعه منها تكون حمايه للبلد ومنها العالم كله يفتكر اسمي؟ ده انا هبني لك قلعه على المقطم هيلز عشان عينك تيجي على اللي رايح واللي جاي. خلاص ورينا شطارتك. بس ايه رايك بقى؟ لا شغل فاخر من الاخر. ايوه يا اخويا. انت شفت اللي انا شفته ده؟ قلت لكم يا جدعان نروح من الاول يا جدعان. جماعه انت عايزين تتكلموا على صلاح الدين قاعد في القمايه هايت بيشرب فيب. شكلها كده يا جماعه. هو ايه اللي بينور هناك؟ سكرو. هو ايه ده؟ يو بقى، هو انت فاهم الناس كلها هو انت انك اللي باني الجامع؟ يا عم انت اللي اصلا باني الجامع ده على القلعه بتاعتي. انت اللي بنيت القلعه وانا اللي لبستها. يا عم احنا هنهزر، اصلا مت واتولدت قبل ما انت. استهدوا بالله، استهدوا بالله. بس هو انتوا مين؟ انت اللي مين اصلا؟ لا يا عم مالناش دعوه، شغلنا بقى. هو حلم ده يعني ولا ايه؟ لا علم. ها يلا يا شباب خلونا نخلص من اللي احنا فيه ده. يلا يلا. الشغل العالي اللي هو طلع مش بتاع صلاح الدين في الاخر. هو يا عم الذكي بيقول لك بتاع محمد علي. محمد علي ولا عمل الشغل العالي ده؟ مش باللبس. يا اسطى بتاع ايه ده؟ يلا يا جماعه، رجلي وجعاني عايز اروح. يلا كل واحد على رجله.
صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. احنا جمعنا لحضرتك كل المعلومات عن صلاح الدين اللي احنا اتعلمناه. صباح النور، قولوا لي بقى اتعلمتوا ايه؟ اول حاجه، بعد لما صلاح الدين انتصر على الصليبيين ومسك حكم مصر، قرر انه لازم يحميها من الاعداء، فبدا انه يبني القلعه ما بين القاهره والفسطاط. ده طلع ذكي بقى. وكمان صلاح الدين اعاد نشر المذهب السني في مصر. وكمان القلعه ما كملتش الا على عهد السلطان الكامل ابن العادل، وفضلت مقر الحكم لحد عهد الخديوي اسماعيل. يعني فضلوا يستعملوا القلعه حتى بعد ما مات؟ اقولك بقى يا دكتور عن المسجد ده، ده طلع مش بتاعه، ده طلع بتاع محمد علي، مصر كلها فاكرة انه بتاعه تقريبا. تخيل بقى يا دكتور، شجرة الدر ما طلعتش مرات صلاح الدين، طلعت مرات الصالح نجم الدين ايوب. انا مبسوط قوي باللي انتوا تعلمتوه، عشان تقدروا تعرفوا بقية الناس مين هو صلاح الدين. شكرا قوي يا دكتور على المعلومات دي، بس انا عندي سؤال، هو حضرتك مش هتعرفني على نفسك؟ انا صلاح الدين، أيام صلاح الدين. بس انتوا نسيتوا اهم معلومة كنت فاكر انكم هتعرفوا تجيبوها، دوري في تحرير المسجد الاقصى. واهم حاجة في تحرير المسجد الاقصى استكمال المسيرة اللي بدأها نور الدين زنكي رحمه الله، وهي بناء المحراب الذي كان يحلم ان ينقله في حياته إلى المسجد الأقصى بعد تحريري. وعندما مات أصبحت أنا الوصي على تنفيذ تلك الوصية، وقد تحققت بالفعل. وعليكم أن تعرفوا إلى أي مدى استمر هذا المحراب في المسجد الأقصى حتى قرب يومنا هذا. لو عرفتوا الإجابة تبقى أنتم فعلا قادرين أنكم تكملوا المسيرة، واللي هيمسك الخوذة هو اللي هيكمل الوصاية من بعد. اخيرا خدت الحكم وبرشط على الحكم براحتي. الواحد محتاج له النفسين دول عشان يفكر براحته. ما ايه رايي ابني لي قلعه عشان الناس كلها تفتكر اسمي وبن